متى سينتهي كوفيد-19؟ الجميع يسأل هذا السؤال. لقد وجدت هنا بعض التوقعات من جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، ويستند إلى بيانات من بلدان مختلفة من خلال التواريخ الرئيسية لانتقال فيروس كورونا خلال دورة حياة الوباء. يرجى ملاحظة أن هذا مجرد توقع لا يمكن اعتباره نهائي. في سنغافورة سينتهي في حوالي 13 مايو، أما في المملكة العربية السعودية سينتهي في الأول من يونيو تقريبا. في الولايات المتحدة الأمريكية سينتهي في حوالي 9 مايو، أما في إيطاليا سينتهي في حوالي 4 مايو تقريبا. دولة قطر سينتهي في حوالي 8 يوليو، أما في نيجيريا سينتهي في حوالي 19 يونيو. في روسيا سينتهي في حوالي 21 مايو، أما في إيران في حوالي 10 مايو. في المملكة المتحدة سينتهي في حوالي 13 مايو، أما إسبانيا سينتهي في حوالي 1 مايو تقريبا. في فرنسا سينتهي في 3 مايو تقريبا، أما في ألمانيا سينتهي في حوالي 30 إبريل. في اليابان سينتهي في حوالي 9 مايو، أما في كندا سينتهي في حوالي 16 مايو، أما في تركيا سينتهي في حوالي 15 مايو. في الإمارات العربية المتحدة سينتهي في حوالي 15 مايو. في السودان سينتهي في 4 مايو. في مصر سينتهي في حوالي 20 مايو. أما الأردن سينتهي في حوالي 19 إبريل. أما الهند سينتهي في حوالي 20 مايو. الفلبين سينتهي في حوالي 7 مايو. أما إندونيسيا سينتهي في حوالي 3 يونيو. ماليزيا سينتهي في 5 مايو تقريبا. أما باكستان سينتهي في حوالي 3 يونيو. البحرين في حوالي 3 يونيو. أما لبنان سينتهي في حوالي 22 إبريل. أستراليا فقد انتهى حوالي 13 إبريل. الكويت سينتهي في حوالي 29 مايو. إذا كانت لديك أي أسئلة أو ترغب في إضافة بلدك إلى الشاشة، فيمكنك طرحها إلى جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، مختبر الابتكار المستند من البيانات، في هذا الموقع ddi.sutd.edu.sg.